السلام عليكم. سامحوني، صار لي يومين ما نزلت لكم قصة لظروف يعني اجتماعية. صراحة واحد من كثر ما يدخل السوشيال ميديا مرات يعني يصبح ضعيف في التواصل الاجتماعي، وأنا أنصحكم هلا في التواصل الاجتماعي مع أفراد عائلتك. لا تخلي أحد من عائلتك بعيد عنك، حاول التواصل معه. والحين الحمد لله حتى يعني التليفون يقرب البعيد، على الأقل تواصل معاه، شوفه شنو محتاج، شوفه شنو يعاني منه، مريض، زعلان، متضايق من شيء تقدر تحله له. تواصل مع الناس، ترى مجرد السؤال والله العظيم يرفع معنويات أي شخص يكون قريب منك. لا تنسى أحد. بس هذا المقدمة عشان أبرر موقفي قدامكم. المهم أنا بطلب منكم طلب، والطلب هذا راح يزيد الفضول عندكم مثل ما هو زايد الفضول عندي. أنا بسأل اللي عنده من أهل الخبرة، من المباحث، من رجال الشرطة والتحقيقات اللي عاصروا قصة حصلت في عام 86-87، حصلت في الكويت في منطقة السالمية، قصة معلمة مادة الرسم اللي قتلت داخل المرسم في أحد المدارس في السالمية. طبعا أنا أعرف يعني 80% من تفاصيل القصة، لكن أتمنى أني ألقى أحد عاصر هالقصة هذه، يعني اشتغل فيها أو مقرب من شخص يعني عمل في هالقضية، لأن أغلبهم الحين كلهم تقريبا متقاعدين يعني. فأنا مستحي بين ممكن أتصل على شياب القيادات السابقين وكذا، أذكرهم قضية 86 و87. فاللي عنده خبر يتواصل معي على الإيميل، موجود إيميلي أسفل الفيديو، وإن شاء الله أنتم كمتابعين راح تسمعون القصة وتفاصيلها في قمة الغرابة. مالكم بطويلة، أنا بكلمكم اليوم عن قصة حصلت في عام 2015 وتقريبا في شهر 10. في راعي إبل وغنم قاعد يمشي في هالصحراء في بر الوفرة قريب من المزارع، وأثناء الرعي لاحظ تكرمون الكلاب اللي عنده، كان يستخدم كلاب يعني يساعدونه في موضوع انه يحاوطوا له الغنم ويرعى فيهم رايح راد وكذا. الكلاب اللي عنده اوقفوا عند بقعة كذي في الارض، قعدوا يحفرون وقعدوا كذا. فالراعي استغرب، يناديهم على غير العادة، يعني يقعدوا يحفرون فتوجه لهم راعي أسيوي. لما قرب ولا هذه إيد إنسان طالعة من وسط هالبر، طبعا عرف إن هذه لابد إن تكون جثة إنسان يعني. بلغ العمليات، وصلوا رجال الأمن والأدلة الجنائية وحفروا ولا جثة شاب عمره تقريب العشرينات، لكن ما عنده أي هوية تثبت بياناته، وكذلك الجثة متحللة من أثر يعني إنها صار لها تقريبا يومين ثلاث وشمس وحرارة ورطوبة. رطوبة البقعة اللي مدفون فيها هذه كانت مثل الخبرة، أو تعرفون تجمع الأمطار، فتكون الأرض هذه طينية. فعرفوا أن الأرض هذه ممكن أن يكون هالشخص هذا يعني كان يمشي وغاص فيها الأرض هذه بما أنها طينية. المهم طلعوا الجثة وقعدوا يحللونها وكذا، لكن جاهم تقرير الطب الشرعي صادم، قالهم لا، الجثة هذه صاحبها توفى قبل الدفن، وبعدين طريقة الدفن ما كان يعني طوالي، يعني ما جاء على طوله مثلا وغاص، لا،
كان بشكل عرضي يعني في شخص رماه وردم عليه الطين، لكن بينت ايدينه بس، ايده واحدة اللي مبينه، والايد هذه الظاهر من اثر تجمع المياه او الهواء والامطار، المهم ايد واحدة مبينه في الارض. قالوا لا، هذه فيها شبهة جنائية. بالإضافة إلى موقع الجريمة، ما عثروا على مخيم أو أي مبنى يعني أحد عايش فيه علشان تقول والله الشاب هذا كان يمشي مثلا، لا، هذا شخص وصل إلى هالمكان هذا ودفنه. المهم بدت التحريات علشان بس يبي يعرفون هوية صاحب الجثة، ويكون هذا أول خيط أو دليل يوصلهم إلى باقي المعلومات. المهم بعد يومين ثلاثة استطاعوا يحددون هوية الشخص، وكان هذا شاب سعودي الجنسية وعائلته موجودة كلها في الكويت وعايشين طول عمرهم في الكويت. لا، والمصيبة اللي أكبر أن أهل الشاب هذا كانوا مقدمين بلاغ قبل عدة أيام عن فقدان ولدهم. استدعوا الأسرة وبلغوهم أنهم عثروا على ولدهم في بر الوفرة وكان مدفون وفي شبهة جنائية. فيستفسرون وين كان ذاك اليوم، وين راح، وين كذا. قالوا في اليوم اللي اختفى ولدنا كان طالع البر مع أحد أصدقائه، لكن إحنا ما عرفنا منه هذا الشخص يعني، وهو دائما عنده أصدقاء كثير ويطلع وياهم بر، لكن إحنا نعرف موقع المخيم اللي دائما كان يتواجد فيه وعنده مجموعة من أصدقائه. قالوا أوكي تمام، وين المخيم؟ قالوا كذلك موجود في بر الوفرة لكن بعيد عن الموقع اللي عثروا على الجثة فيه. المهم راحوا رجال الأمن هناك وطلعوا بيانات تليفون الشاب السعودي، وحاولوا أن يحددون مواقع الاتصال. لقوا أن هذا الشاب كان بينه وبين عدة أشخاص اتصالات، كان فعلا يقعد معاهم في المخيم. استدعوهم كلهم وكل واحد يسألونه على حدة بروحه، وين كنت اليوم الفلاني، وين رحت، وين جيت، عندك دليل، عندك كذا. المهم إلا واحد، هذا الشخص كان مبين أنه اتصل على الشاب السعودي قبل ليلة من وفاته، والشخص هذا يوم استعلموا عنه رجال الأمن طلع أصلا غادر البلاد ورايح للمملكة العربية السعودية. هذا شاب كويتي. قالوا هذا غريب، ليش رايح، ليش مسافر، وكان وقتها يعني نص الأسبوع وهو موظف. سألوا دوامه هل هذا ماخذ إجازة، ماخذ شيء. قالوا لا، متغيب. عرفوا أن هذا ورا بلا، وأن هذا ورا قصة مقتل صديقه السعودي. بلغوا السلطات السعودية وأرسلوا لهم بياناته وحددوا موقعه أنه كان متخبي في وادي الدوادمي عند هناك أحد من جماعته. السلطات السعودية على طول بدأت التحرى عنه وكذا، وحاولوا أنه يعرفون موقع مكانه، إلا أنهم اكتشفوا أنه ترك وادي دوادمي ورجع إلى الرياض، كان في حي العزيزية، كان هناك في واحد الظهر نسيبة أو يقرب له وكان متخبي عنده. المهم ألقوا رجال الأمن في المملكة على الشاب الكويتي وعلى طول سلموه للإنتربول الكويتي. جاب الإنتربول وداه للكويت، امسكه وتعال. ليش قتلت صاحبك؟ اعترف على طول. خلاص هو عارف أن دام أنه سحبوه وصلوا له وهو منحاش اصلا، خلاص يعني الحين كل الادله راح تشير اليه يعني. فقال انا فعلا انا اللي قتلته،
تكلم ليش وكذا؟ قال لا ما في شيء، احنا كنا يعني مختلفين على موضوع مادي يعني فلوس، وهو اعتدى علي بالضرب وانا دافعت عن نفسي. قال له هالكلام هذا ما هو مضبوط. قال لهم ليش؟ قالوا له شوف، احنا عثرنا على المخيم اللي انت كنت قاعد فيه مع الشاب السعودي، وكانت هناك في زجاجات خمر وعليها بصمتك وبصمة الشاب، يعني كنتم في جلسة سكر، كنتم يعني تناولون الخمور، صح ولا لا؟ قال اي نعم صح. تكلم وقول لنا بعد الجلسة، جلسة الخمور، شو اللي حصل؟ قال هذا الشاب هو صديق أخوي وصديقي، لكن يعني علاقته مع أخوي جدا قوية. أخوي قبل سنة تورط بقضية، قضية خطف وهتك عرض شاب سوري كان مراهق. قال زين وبعدين؟ قال أنا يعني راحت القضية وأخوي تم إلقاء القبض عليه والحين محكوم بالسجن. المهم فعدت السالفة وأنا كنت قاعد في جلسة يعني نشرب أنا والشاب هذا، ولما سكر بدأ يعترف لي في قصة موضوع هتك عرض الشاب السوري. قال لي على فكرة ترى اللي خطف الشاب السوري هذا المراهق واعتدى عليه ما هو أخوك، هذا أنا، لكن أنا حطيتها في رأس أخوك ووعدت أخوك إن إذا شال القضية إني أنا يعني راح أعوضه، أدفع له كذا وراح أجيب له محامي وراح أجيب له تنازل من أسرة الشاب السوري. ولما اعترف أخوك أنا يعني طنشته. يقول أنا كنت فعلا سابقا كنت شاك لأن هذا كان متورط في القضية، لكن أنا ماني عارف ليش أخوي اعترف وأنكر علاقة الشاب هذا فيه، لكن في جلسة سكر واعترف لي بالموضوع أنا صراحة ما تحملت وعلى طول بديت أتضارب أنا وياه، وتطور الموضوع إلى أني قمت ومسكته من رقبته وهو كان يعني في غيبوبة السكر ما يقدر يقاومني يعني، فخنقته بإيديني إلى أن تأكدت أنه مات. لما مات وأنا بديت أصحصح من السكر قلت أنا لازم أخفي جثته، وفعلا خذيتها وقلت أخذها بعيد عن المخيم علشان لا أتورط. فقلت أنا باتجاهي علشان أهرب من الكويت وأنا رايح بجهة الجوازات، مريت جنب المنطقة البرية الصحراوية هذه اللي قبل مزارع الوفرة، منطقة كبيرة صحراوية، ولقيت فيها مثل الخبرة، احنا نسميها الخبرة اللي هي يعني بقعة تجمع الأمطار، والأرض كانت طينية علشان تسهل معاي عملية الحفر، وفعلا قدرت أحفر لحفرة ودفنته فيها. وبعد ما انتهيت على طول توجهت للجوازات واتصلت على أحد أشقائي وبلغته في الموضوع بالكامل، وأخوي نصحني أني أتوجه إلى الدوادمي، لكن بعد ما جلست في الدوادمي وحسيت أن مكاني مكشوف، وخصوصا بعد ما سمعت أن المعلومات وصلت للسلطات الأمنية في الكويت أني أنا وراء هالجريمة، وأن تم تبليغ السلطات الأمنية في السعودية أني متواجد في الدوادمي، ذهبت إلى الرياض عند أحد أقاربي، لكن تفاجأت برجال الأمن موجودين هناك. ماكم بالطويلة تم إحالته للمحاكمة، وبالفعل تم الحكم عليه بالإعدام
شنقا عام 2019، يعني بعد 4 سنوات تقريبا من حادثة الجريمة، وإلى الآن لم يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه. تعرفون احنا 2019 ودخلت علينا كورونا، عطلت كثير من الأمور، لكن ما يندرى يمكن الولد هذا يأخذ تنازل ويتم تخفيف حكم الإعدام عليه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.